معلم هاتشاتوريان. أخي دومرول، لتعلما أن سيدي غاضب منكما لأنكما لم تخبرا بما حصل مع بامسي، وسيحاسبكما على ذلك. ماذا فعلنا دومرول؟ سيدي على حق، كان علينا إخباره. تعالوا أيها الأتراك، اللعبة تبدأ الآن. انتبهوا، هناك فخ. أيها القادة، أهلا بكم. تجاوز الأتراك حدهم، والأمير سعد الدين كوبك قد بدأ بدعم أرطغرل، وهذا هو الأسوأ. هذا ليس علامة خير. إمبراطورنا لا يريد الحرب أبدا، وحتى إن أراد إن جيشنا لا يملك العتاد الكافي. ماذا نفعل حاكم فاسيليوس؟ مستلزمات الحرب مع الأتراك ستكون هنا قريبا. هناك عتاد في تلك القافلة يكفي لإبادتهم. وهذا هو المطلوب، مستلزمات تفي بالغرض لمدة طويلة، والحرب ستبدأ مع التركمانيين بتفريق سادتهم. صحيح. وصلنا هذا سيد فاسيليوس. اخرج. لن يلتم شملهم. سنقطع كل الطرق ونقطع كل الرؤوس ولن نبقي واحدا منهم. هذا نصرنا الأول ولن يكون الأخير. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. هيلينا، من الجميل أن أرى قادتنا الشرفاء فرحين. بما نحتفل؟ أنا أريد الانضمام. بالتأكيد نحن نحتفل بنصرنا على الأتراك. هذا القماش الملطخ بالدم هو علامة لانتهاء وحدة أرطغرل التي يعول عليها.
لنحتفل بالنصر. ما هذا الخبر الجميل؟ سنصل إلى النصر عما قريب. نخب انهيار الترك. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس. عاش الإمبراطور وعاش فاسيليوس.